طبعا وصلنا بيت جاسم يعقوب ودخلنا الى المكتبه الخاصه فيه، والمكتبه طبعا رياضيه. لما دخلنا لقيناها تقريبا في 3.5 متر تقريبا، في مترين. المكتبه هذه فيها كل ما يتعلق بجاسم في مجاله الرياضي وخاصه كره القدم، وتحتوي على صور للمنتخب الكويت وبعض الاعلام التذكاريه في اللي اخذها جاسم يعقوب في سفراته وفي مبارياته الدوليه او المحليه. ايضا فيها ارشيف خاص في حول ما كتب عنه في الجرائد المحليه او الخارجيه. لقينا ايضا فيها بعض الكلمات اللي اهديت لجاسم يعقوب. فياليت جاسم تكلمنا عن المكتبه وكيف انها تكونت وشلون عملها بهذه الصور وهذه الاعلام وهذه الميداليات الكثيره اللي شفناها. قبل كل شيء الواحد يعتز او يفتخر بكل ما يكتب عنه او كل ما يقال عنه، سواء كان مدح او ذم. يعني ما ادري تستفيد من النقد، اقصد من الذم هني النقد او مدح اللي يكتب عنه. فانا في البدايه كنت يعني اقرا الصحف واشوف الصور واخليهم يعني شيء عادي بالبيت. بس ما بالفترة هذه ما كنت أعرف أن أخوي الكبير اللي هو يوسف كان يجمعهم ويحفظهم. مع الأيام مرت سنين، فعلا كنت أحتاج أني أعرف يعني مثل ما تقول شنو كان صوري بالأول، شنو هو كتب عني بالأول، الأشياء اللي كنت أخذها، الشعارات والأعلام والأشياء الثانية كلها اللي شفت لازم أنها تجمع. فبصراحة فكر أخوي يوسف هو اللي بدأ فيها وأخذ يجمع الأصوار ويبروزهم ويجمع الجرائد ويبروزهم، عفوا ويجلدهم. فلو بنشوف الحين مثلا المكتبة عبارة عن صور من أول ما بديت ألعب كرة، يعني من تقريبا سنة 70 إلى الآن إحنا في 81، سواء لقطات جماعية أو فردية أو في مقابلات رسمية مع الوفود أو مع الشخصيات الرياضية في البلد. بعدين عندنا الجرائد اليومية اللي في الكويت، فأنا عامل لهم ارشيف خاص، يعني كل 6 أشهر في مجلد من سنة تقريبا 71 إلى الآن، يعني 10 سنوات أو 11 سنة كلهم، كل ما كتب خبر صغير أو كبير موجود عندي. بعدين يجي المجلات أيضا حاطهم في تجلدات خاصة، يعني غير تجلدات الجرائد. في بعدين عندي مثل ما انت شايف رسائل الاخوان المعجبين، حاطهم ايضا في فايلات محتفظ فيهم، طبعا لتقديري لهم واحترامي لكل من راسلني من اي بلد سواء من الكويت او من برا الكويت. بعدين في البومات خاصه عن صور، يعني سفراتنا، مبارياتنا، دوراتنا، رحلات الفريق، الغاتسية، رحلة المنتخب الأهلي، رحلة الجامعة، رحلة المنتخب العسكري، فكلهم محتفظ فيهم. في أيضا بعض اللوحات مثل لوحة المرعب، هذه عملها لي صديق في الشرطة، عبارة عن فشق، ما أدري يسمونه يعني بارود أو فشق، خالي طبعا ما في شيء الحرص، فعملها بشكل حلو وفعلا يعني طلعت بشكل وايد زين. ايضا في لوحه هذه بعد الاصابه كتبتها لي مره كبيره بالسن، طبعا كلها كل احترام وتقدير. في بعدين مثل ما انتم شايفين الشعارات او الباجات نسميها، هذه انا تقريبا بديت احتفظ فيها من اول دوره لعبت فيها من دور الخليج الى اخر دوره وصلت، يعني خاصه لما نروح في دورات اولمبيه ودورات اسيويه تكثر المبادرات و بسبب الباجات وفي الاعلام. فهذه طبعا ذكرى جميله الواحد لازم يحتفظ فيها. بعدين ايضا في بالادراج تحت عندي اشرطه المباريات، يعني كل مباراه العبها منغوله في الراديو اسجلها، سواء غالب مغلوب موجوده عندي ايضا الاشرطه هذه. في ايضا بعد مثل ما انتم شايفين الميشه والكؤوس هذه، طبعا كذكرى الميشه في دوره الالعاب الاسيويه، ذكرى عزيزه على كل الكويتي لكون الكويت وصلت لاول مره في كره القدم دوره الالعاب الاولمبيه. في الكاس، هذا كاس
أفضل 10 رياضيين أخذناه السنة هذه، أيضا في بعض الكؤوس الأخرى لمناسبات عديدة. هاي تقريبا في بعدين شهادات تقديرية وشهادات شكر أيضا مبروزها وحاطها في أماكن خاصة له. طبعا هذا كله الفضل يرجع لأخوي الكبير، هو اللي ساهم بالشيء هذا وهو اللي يعني تعب عليه بالفعل. زين جاسم، انت طبعا تعتز في المكتبة هذه ككل، لكن ما في شيء قريب إلى قلبك في المكتبة هذه؟ والله كل شيء، يعني كل شيء له ذكرى عزيزة علي بصراحة، يعني بالصورة بترجع إلى ذكراها، مثلا دور الخليج في قطر ذكرى عزيزة علي، الدور العسكرية ذكرى عزيزة، في موسكو أيضا ذكرى، يعني في كل شيء لا ذكرى عزيزة علي، فما أقدر يعني أفرغ لك بين أي شيء. ولكن أنا أعتز، في عندي كاس يا بلي ولد أخوي الصغير عمره تقريبا 8 أشهر، هدية طبعا مو منه بس باسمه، دازتها لي والدته بفوز بمناسبة فوزي بهداف العرب اللي راح تستلم ان شاء الله. ان شاء الله هذا هو جاب لي من نفسه كاس يعني من لندن وبمناسبه هداف العالم. زين جاسم، تقعد في المكتبه هذه بعض الاحيان؟ والله لما مثل ما تقول يكون فاضي قاعد اصحف الجرايد والصور واشوف. وعندك وقت ترد على بعض الرسائل؟ والله بالفتره الاخيره بديت يعني مو اهمل، لكن الظروف ما في يعني وقت كافي اني ارد، بس بالاول كنت اراسل وارد عليهم يعني. خاصه الايام في امتحانات اي طبعا امتحانات ودورات، فالواحد بدا ينشغل شويه. عموما في المكتبه جيده، و حتى شايفين بعض الصحف اللي من سنة 70 ظاهر عندك طريق. والألبومات ذكرك في أيام طبعا هذا بطلنا كرة بعدين قاعد نتقدم على الشباب مثل ما يقولوا. لا 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 تفك هوا بركة، وفيك بعد سنوات كثيرة إن شاء الله. إن شاء الله. مما لا شك فيه بأن أي إنسان مهما اختلفت تخصصاته ومهما تعددت مناهل امتيازاته فأن لديه إنجازات جمة يعتز بها في ذكراه يوما ما. ولقد من الله سبحانه وتعالى على الأخ اللاعب جاسم يعقوب بموهبة رياضية أشاد بها النقاد عربا وأجانب من خارج الكويت ومن داخلها في المحافل العربية والأسيوية والدولية. ولقد ارتأينا حفاظا لتراثه الرياضي أن نشكل وننشئ له مكتبة رياضية تضم العديد من إنجازاته التي شارك بها مع أخوانه الرياضيين على جميع المجالات. وبعد مناقشة مستفيضة مع جاسم ومع الأخ سلطان قررنا بعد التوكل على الله بعمل مكتبة تضم ما كتب عن جاسم في الجرائد المحلية والخارجية، كذلك ألبوم للصور محتوي على جميع الصور واللقطات التي أخذت له أثناء هذه المشاركة. ولقد شارك العديد من الزملاء في الصحف الرياضية المحلية بإمدادنا ببعض الصور وببعض المجلات والجرائد التي لم تكن في حوزتنا، كما استلمنا العديد من المجلات والجرائد من الأخوان في الدول العربية المجاورة ومن إنجلترا تحتوي على قصصات من الجرائد والمجلات التي كتبت عن جاسم في هذه الدول والتي لم تكن متواجدة لدينا. ولقد تم تصميم هذه المكتبة بيني وبين الأخوان سلطان وجاسم، وجاءت إلى حيز الوجود كما سيراها الأخوة المشاهدون، ونأمل أن تكون هذه ذكرى لجاسم مستقبلا وقدوة لكل رياضي يريد أن يحتفظ بما قدمه وأنجزه لدولته. كما نحب أن نشكر كل من ساهم بإمدادنا بما لديه من مقتطفات من حياة جاسم الرياضي. جاسم شايف ملفات حول 15-16 ملف من الملفات الكبيرة هذه، طبعا كلها رسائل، أضرب رسالة ياتك من الرسائل هذه. والله في يعني رسائل كثيرة، يعني فيها طريف كثير، فيها طبعا رسائل تكون عادية، بس في رسالة بالفعل طريفة جتني من بلد طبعا غير من برا الكويت، من غير الكويت، راعيها هي يطلب مني يقول والله الأخ جاسم كذا كذا، أنا أطلبك 20 دينار. طبعا استغربت 20 دينار، عسى بأكمل بلحق أشوف شو السالفة 20 دينار ليش.
فمن ظروفي قال والله انا اخذت في يوم تلعبون انتم مع نادي معين ما ادري كان لعبه منتخب فمن الاعصاب رحت اخذت راديو بيتيراننا اسمع بالسكه فلما انت قولت علينا قول عصبت وكسرت الراديو فعشان تجي تتحمل 20 دينار وتدزها لي طبعا شيء غريب صراحه وما من الرسائل الطريفه اللي جتني ايضا في واحد من اهم بلد ثاني دز مكتوب باسم الاخوه باسم كذا باسم كذا 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 في نهايه الموضوع انا طالبك بالاعتزال ليش بالاعتزال قال لانك خلاص كبرت و و و وما عاد تقدر تقول مثل الاول وبالاخير كاتب هذه مو من يعني من عاطفتي لا ولكن هذا من حقدي عليك ومن الاشياء هذه ما طبعا في رسائل كثيره تجيك مثلا من الاشياء العتب وفيها طبعا فيها طبعا التشر وايد شكلها